بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومتابعي برنامج الجلسة عبر القناة الرياضية السعودية الأولى في حلقة جديدة في يوم جديد يوم الاثنين كما عودناكم في 10:30. لقاءنا بكم يتجدد في مواضيع رياضية جديدة ومحاور نناقشها مع ضيوفنا في جميع حلقات برنامج الجلسة. تحية مني ومن معدي برنامج الجلسة، طاقم الإعداد المكون من الزملاء عبد العزيز الناجي، صالح المرشد وعبد الرحمن الناصر، وأيضا إدارة الدفة الفنية للمخرج الزميل نايف أشلين. نتمنى إن شاء الله في الساعة والنصف القادمة نقدم لكم ما يرضيكم في نقاشنا الإعلامي الرياضي في هذه الحلقة من برنامج الجلسة. نرحب بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بضيوفنا في هذه الحلقة ضيوف برنامج الجلسة. البداية مع الإعلامي الرياضي سلطان رديف، حياك الله سلطان. الله يحييك ورحب بالأخوة المشاهدين والزملاء والأعزاء وأساتذتنا. الله يحييك. وبندر طبعا حياك الله، 10 سنين ما تقابلنا، زاملنا سنوات طويلة ونعتز فيه، ويمكن حتى بداياتي الصحفية كانت على يد أول واحد قابلته من دخلت عكاظ كان أبو بندر. ما شاء الله عود للدرجة ذي كبير. ما كان جلسة أبو إبراهيم ما يبغى كلام. الله يحييكم جميعا، حياك الله أيضا الإعلامي الرياضي محمد الغاندي، حياك الله أبو بندر. تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام ولأبو إبراهيم ولأبو خالد. أخ سلطان، أنا سعيد أن يكون اليوم مع هالكوكبة وإن شاء الله نقدم إن شاء الله ما يرضي ذائقة المشاهد إن شاء الله بإذن الله. أيضا نرحب أيضا بضيفنا الآخر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفلاج، حياك الله أبو خالد. يا هلا بك، حيك وحي السادة الزملاء وحي السادة المشاهدين، وإن شاء الله بحول الله تعالى نقدم بما الشيء اللي يرضيهم بإذن الله تعالى. بإذن الله. رحب أيضا بالإعلامي الرياضي ضيفنا الدائم والثابت الكابتن صالح الطريقي، حياك الله أبو إبراهيم. حياك الله، أهلا وسهلا. دائما أبو إبراهيم مختصر في الترحيب دائما، لكنه ما شاء الله يشعلل في الحوار، فلذلك حنا نخليه شوي يهدأ ثم مع الحوار يبدأ أبو إبراهيم في رؤياه الجميلة ومناقشته مع ضيوفنا. وإن شاء الله جميع ضيوفنا اليوم إن شاء الله يقدموا ما يرضيكم في نقاش في هذه الحلقة. طاقم الإعداد يعني أعد لهذه الحلقة مجموعة من المحاور، نتابع هذه محاور هذه الحلقة في برنامج الجلسة. بداية بمشيئة الله سنتحدث عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وحديث ولي العهد عن الخطط المستقبلية. المحور الثاني تأهل الأهلي والنصر إلى نهائي كأس الملك. في محورنا الثالث قبول أو رفض استقالة الأمير نواف بن سعد من رئاسة الهلال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه محاور هذه الحلقة بمشيئة الله أن الوقت يسعفنا إن شاء الله لمناقشة هذه الثلاث محاور مفصلة مع ضيوف هذه الحلقة. في الأيام الماضية كان هناك مؤتمر صحفي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودي، الذي تحدث عن رؤية 2030 المستقبلية لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية. سنتحدث في هذه الرؤية من الجانب الرياضي، الحديث عن الجانب الرياضي من خلال هذه الرؤية المستقبلية لتطوير الرياضة السعودية التي نتمنى إن شاء الله أن تلقى نجاحا كبيرا بمشيئة الله في الأيام القادمة، وأن تتوفر سبل نجاح هذه الرؤية لجميع المناشط في مملكتنا الحبيبة وتحديدا في الجانب الرياضي الذي يهمنا في نقاشنا في هذه الحلقة. سنبدأ مع ضيوفنا بالحديث عن هذه الرؤية وطرق نجاح هذه الرؤية القادمة والمستقبلية لرياضتنا السعودية. أبدأ مع ضيفنا سلطان الرديف الإعلامي الرياضي الذي سيتحدث عن هذه الرؤية من ناحية الشخصية، وكيف ترى سلطان المستقبل المشرق لهذه الرؤية القادمة المستقبلية وأثرها على تطوير رياضتنا السعودية بمشيئة الله؟ أولا خلنا نبارك للشعب السعودي بشكل عام على هذه الرؤية اللي يعني الكل يتوسم فيها الخير، وفي نفس الوقت هي كانت شاملة اشتملت على كل الجوانب سواء اقتصادية أو مجتمعية جميع القطاعات أو القطاع الصحي أو القطاع التعليمي، ومن ضمنها أيضا الـ القطاع
الرياضي. فلا شك بأنها رؤية طموحة. المهم الآن أن يتم تفاعل كل القطاعات والمجتمع بشكل عام في عملية تنفيذ مثل هذه الرؤية، اللي هي أنا أعتبرها ليست لنا نحن فقط، بل هي لأجيال قادمة. صحيح. وهي تؤكد يعني استقرار المجتمع على عقود قادمة. لا شك أن الجانب الرياضي منذ سنوات طويلة وإحنا يعني نطالب ونتحدث عن آلية وعن رؤية وعن طريقة تطوير هذا القطاع. يمكن في السنوات الماضية كان في تطور يعني خلنا نقول بسيط جدا، خاصة فيما يخص الجانب الاستثماري والاقتصادي، كان فيه قفزات نوعا ما نقول يعني أفضل مما كان عليه في السابق في جانب التسويق وفي جانب الرعايات وفي جانب دخول القطاع الخاص كممول وك يعني قطاع يلعب دور في صناعة الرياضة. اليوم الدور على الجانب الحكومي أو القطاع الحكومي أن يعجل من دوران المال وتأثير المال في صناعة الرياضة أو القطاع الخاص بمعنى أصح، وعليه أيضا أن يهيئ البيئة المناسبة التي من خلالها يستطيع القطاع الخاص أن يدخل خلنا نقول يعني بأريحية أكثر، بإطمئنان أكثر. تعرف أن أحيانا وإحنا نقول المكونات الأساسية للقطاع الرياضي هي الأندية الرياضية، فالأندية الرياضية عندما لا يكون هناك استقرار أو شفافية أو في نفس الوقت إدارة واضحة لها وتدرج واضح في إدارة الأندية هذه، فإن القطاع الخاص يتخوف كثيرا من الدخول في شراكات. كان له تجارب في دخوله في الوسط الرياضي استثمار، ولكنه خجول. هو الى نوعا ما احنا نقول الى الان الاستثمار لم يكتمل بشكله الصحيح. يعني طبعا انت لما نتحدث بشكل اعمق، لما نقول مجالس ادارات بصلاحيات واضحه، جمعيات عموميه فعاله بشكل واضح، قوائم ماليه واضحه وشفافه، عقود معلنه ومعروفة. طيب. بتكاليفها طيب حنتكلم عن هذه كلها سلطان إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة في محورنا الأول إن شاء الله، بس خلينا ناخذ لمحة سريعة من باقي الضيوف عن هذه الرؤية. كيف ترى أبو بندر تطلعات المستقبل لمثل هذه الرؤية، انعكاساتها على رياضتنا السعودية بمشيئة الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك الرؤية أخذت أبعاد إعلامية كبيرة في الوسط المحلي والخارجي، ويمكن من خلال متابعتنا ومتابعة المشاهدين الكرام لاحظنا الصدى الإعلامي الدولي اللي أخذته هذه الرؤية. لابد في البداية أن نؤكد على أن الرؤية هذه بمثابة توجهات أو خارطة طريق، حتى لا تؤخذ على أنها قرارات مسلم بها تنتهي في لحظات معينة. هذه الرؤى أو هذه التوجهات هي لسنوات طويلة بلا شك، وهذا استراتيجية. نعم، كاستراتيجية ستخدم كافة القطاعات. طبعا الدولة بشكل عام كان لها خطط تنمية، قد يكون خطط التنمية دي ما أخذت الاهتمام الأكبر بحكم أنها إما احتكرت من وزارة معينة كوزارة التخطيط فلم تكن بتلك القوة وتلك الفاعلية. الآن هو توجه دولة، توجه قيادة. صحيح. فبالتالي مثل هذه الرؤية بلا شك ستكون لها قوة، لها متابعة ولها رصد، وهذه من أبرز المزايا. الرؤية أنا في منظوري أنها ركزت، طبعا هي تحدثت عن ثلاث جوانب أخذتها على أنها مكامن قوة، كبعد جغرافي، كموقع عربي وإسلامي، كمصادر، لكن أيضا هي تركز على مفهوم الإدارة، وبالتالي هذا العمل هو بلا شك له اهتمام أكبر في العمل الإداري، بمعنى أنه لابد وأن نأخذ في الاهتمام الجانب الإداري في كافة أوجه القطاعات الحكومية. وطبعا هذا لا نركز على القيادات العليا، بمعنى أن يكون هناك وزراء أو وكلاء هم من يهتموا في هذا الموضوع. أنا في اعتقادي
أن القيادات حتى الوسطى والدنيا يفترض أن يكون لها مفهوم شامل لهذه الرؤية، أن تشارك في هذه الرؤية. نعم، لأن هناك كثير الآن من أوساط العامة أو الشارع العادي قد لا يعني لا يفهم تلك الرؤية، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا يؤثر كثيرا على مسيرتها. فيما يخص الجانب الرياضي، بلا شك القطاع الرياضي قطاع حيوي مهم، بسبب أن هذا القطاع يشمل الجانب الشبابي، والجانب الشبابي هو الجيل القادم الذي ينتظر هذه الرؤية. مجتمعنا يعني أكثر من نصف، ونسبته نعم النسبة العظمى، لكن أنا أتحدث على أن هذه الرؤية هي للشباب، للجيل القادم، الأجيال القادمة. فبالتالي لابد أن تركز رعاية الشباب والأجهزة الرياضية على هذه الرؤية للقطاع الشبابي. وطبعا كان في حديث الأمير عبد الله بن مساعد في تحول الوطني في هذا الجانب، ركز على بعض النقاط، لكن أنا لازلت أرى أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب بحكم أنها هي من تقود القطاع الرياضي الشبابي لابد أن تتفاعل مع هذه الرؤية. كيف؟ أولا من خلال وجود، وأنا كنت أتمنى أن يكون معنا من ضمن الضيوف أحد المسؤولين في الرياضة أو في قطاع الرياضة والشباب حتى يتحدث عن هذه الرؤية من واقع عملي، لكن قد يكون مستقبلا إن شاء الله من خلال المنابر الإعلامية، من خلال منصات شبكات التواصل الاجتماعي، أن يكون هناك حديث متفاعل من رعاية الشباب للتعريف، للتواصل، وإقامة ورش. ورش هذه تعطي، طبعا الورش هذه تقام في الأندية، تقام في كافة القطاعات الرياضية. هذه تفاصيل زي ما قلت، وهي الأهم علي، لأن نأخذ نقطة نقطة. نعم محمد، هذه الأهم لأن هي التي ستفتح ذهن الشاب أو الرياضي على هذه الرؤية، وما ستحدثه من يعني بصراحة ثورة قادمة في المملكة العربية السعودية في كافة المجالات. نعرف أن في عدة دول ترى استخدمت هذه الرؤى، مثل ماليزيا. ماليزيا عندها رؤية 2020 للتحول من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي. الآن المملكة بهدف هذه الرؤية شيء واحد، اللي هو تنوع مصادر الدخل. صحيح. وحتى لا يكون النفط اللي نعيش تقلباته بين فترة وأخرى هو المصدر الوحيد للمملكة العربية السعودية. احنا نقول إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله لهالاستراتيجية القادمة بمشيئة الله التوفيق، مع تضامن الجميع في نجاح هذه الرؤية والاستراتيجية، جميع فئات المجتمع، جميع القطاعات الحكومية أن تدرك أهمية هذه الاستراتيجية والتحديات القادمة على بلادنا الغالية، وبالتالي إنجاح مثل هذه الرؤى والعمل يدا بيد، ونتكاتف جميعا في جميع القطاعات الرياضية، السياسية، الاجتماعية، الثقافية، لخلق مجتمع متميز بمشيئة الله. نتائجه ستظهر بمشيئة الله في 2030. الدولة حريصة كل الحرص على المجتمع السعودي، من خلال ما شاهدناه من حديث الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في المؤتمر الصحفي. جميع قطاعات الدولة ستواكب هذه الرؤية الجديدة، وسيتم هناك تغييرات، وهناك استراتيجية ستظهر بمشيئة الله مفصلة في الأيام القادمة. نتابع هذا الفاصل ونعود لمواصلة الحديث عن هذه الرؤية 2030.
اهلا بكم مره اخرى. رحب فيكم في عوده بعد هذا الفاصل. ابراهيم بدا يشتغل جايبكم اي ابو ابراهيم. هذا عنوان كان جدل حول المقدمه وليس طيب ابو خالد رايك في الرؤيه ان شاء الله مستقبلها رياضتنا السعوديه؟ بسم الله. تحتاج وقت طويل. ماذا تحتاج هذه الرؤيه؟ هي تحتاج تجديد فكر. احنا بحاجه لفكر، فكر يواكب هذه الطفره، هذه هذا التحول الكبير، التحول المحوري بالنسبه لنا، يعتبر شامل لكل مرافق الدوله. فاعتقد انه الرياضه هي جزء اهم من يعني الاجزاء المفروض انها تواكب هذا التطور يعني بحفاوه اكبر وباهتمام اكبر، بفكر متجدد، بفكر متطلع. يمكن ابو بندر طرق النقطه كنت انا ابغى اتكلم فيها بشكل مفصل، لكن انت اعطيتها، اللي هي عمليه اللي هي استحداث الورش، هذه اللي هي طبعا من اساس تهيئه الواقع اللي يعيشه الان، اللي تعيشه الرئاسه العامه لرعايه الشباب، من اجل الوصول الى 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 نقطه الانطلاق لمواكبه هذه الطفره او هذا التحول اللي سيكون بإذن الله تعالى هو انقلاب في المفاهيم، انقلاب حتى في الدخول إلى عالم جديد. ليش ما نسميه تغيير أفضل من انقلاب؟ لا لا، أنا ما أعتبره تغيير، أنا مو أشتغل، لا أعتبره انقلاب أفضل لسبب، لأن عندنا أشياء كثيرة احنا بعيدين كل البعد عن واقعنا المفروض أن احنا نكون عليه. فالانقلاب هو زي ما تقول تمرد على الواقع، تمرد على الذات، تمرد على كل الأمور هذه. هي المصطلحات يعني ممكن تحمل نفس المعنى بالضبط. فأعتقد أنه الآن احنا بحاجة، المصطلحات العربية تعمل قطيعة مع الماضي للأسف. قطيعة انقلاب أي سنبدأ من الصفر في جهة أخرى. هذه إحدى إشكالات العقلية العربية حتى في الرياضة، تعمل قطيعة مع الماضي وتبدأ من الصفر. معناته أنك ما أنت راضي عن الماضي؟ لا، أنا قصدي طرح الطرح هنا، لا تؤيد. هي من المفترض انه دائما التطور هو عمليه تراكميه. صحيح. تاتي فتره يعمل ناس ينجحوا بشيء يخفقوا بشيء، تاخذ اللي نجح وتكمل فيه وتصحح، او يتوقفون عن نقطه وتاتي مجموعه اخرى تكمل. بالضبط. لكنها القطيعه هذه احدى حتى على مستوى الوزارات، قطيعه يبدا من الصفر الوزير وكانه اللي مضى ما سوى شيء. لا، احنا نتحدث عن اللي هي نقطه الانقلاب الجديده اللي سوف تحدث في كل الاعمال الموجوده في مرافق الدوله بما فيها الرياضه. خلينا نتكلم عن الجانب الرياضي، لانه في نقاط انطلاق جديده حتكون على الوسط. هذا اللي احنا قاعد نتكلم عنه الان. الان احنا لابد ان نهيئ انفسنا، نهيئ افكارنا، نهيئ خططنا، نهيئ كل ما لدينا من امكانات من اجل الانطلاق الى نقطه التحول، او اللي هي يعني الاشياء اللي احنا نطمح الى تحقيقها للرقي في رياضتنا والوصول الى شيء اللي يواكب على اقل تقدير ما نصب له. يعني الامير محمد بن سلمان في رؤيه السعوديه 2030 شدد على أن تتطلب أن تكون هناك سوقا واعدة في كرة القدم السعودية توفر مداخيل إضافية وأرباح للأندية الرياضية السعودية. هذه نقطة تحول جديدة للرياضة السعودية. صحيح أنه كان هناك استثمار في الأندية السعودية، ولكن كانت مثل ما قلت في استثمار، ذاك خجول ومتخوف. لا في، لكن لما يكون استثمار بشكل أكبر، في استثمار قوي، ولكن ما في بيئة صحيحة تحتضن. عندنا احنا ما زال فكر الاستثمار ما زال يحبو. حتى المستثمر الآن غير قادر على أنه يدخل سوق الاستثمار الرياضي بشكل قوي أو بشكل يعني فاعل، بشكل يعني السبب أبو خالد القيود أيوة، القيود اللي القيود موجودة. هذه ما حر ما مثل وش القيود؟ خلونا نتكلم وش مثله. في كثير، يعني مثلا أنا أعطيك مثال، لا أنت قطاع حكومي ولا أنت قطاع خاص، هذه واحدة. والجانب يعني كيف يستثمر فيك؟ ما هو معروف أنت مين كنادي،
كيان انت تبع مين يعني؟ يعني انا كمستثمر انا استثمر مع مين؟ لو اختلفت معك بكره وين وين نروح؟ اروح وزاره التجاره ولا اروح رئاسه الاعمال الارشاد ولا اروح الاولمبيه مكتب العمل ولا اروح محكمه الكاس؟ لا بس احنا ما قلنا انه الانديه استقلت الان واصبحت مرجعيه اللجنه الاولمبيه اتحادات. لا ما هي اتحادات الاتحادات ولا الاتحاد. لا الاتحادات صدر قرار باستقلالية الاتحاد عن رعاية الشباب ونتابع للدهل. طيب لكن لا زالت في الرئاسة العامة رعاية الشباب إدارة اسمها إدارة ما هتنفصل. لا وكالة الرياضة. وكالة الرياضة هي لا لأنه سحب حتى الاتحادات منها يتابع سحب وكلاء. طيب نقول هذه احد المعوقات ولا زالت نقول احد المعوقات ولا زالت الميزانيه. لا انا حقيقه نتكلم الرئاسه العامه يعني بس يخلص قطعناه اول حضرتك طبينا الحديث دخلنا في موضوع ودنا للجميع طيب بالنسبه انا رؤيتي طبعا انا اراها انها هي استراتيجيه وضعت عناوين من خلال 40 صفحه لان هي ما قرئ في مجلس الوزراء هي 40 صفحة ملزمة لعناوين الرؤية اللي أنا أسميها استراتيجية ستكتمل بنيتها التحتية في 2030 هيكون اكتملت البنية التحتية أو أنها تنطلق في مسارها لأنها اكتملت البنية التحتية. جميل. بالتالي هي إلى الآن الآليات ما هي واضحة. واضحة العناوين يعني مثلا إذا نتكلم عن الرياضة تجد مكتوب من التزاماتنا وما هي التزامات هذه الرؤية ثم ما هي أهدافها ما الذي سيتحقق في 2030 هذه عناوين حتى سؤال الأمير محمد بن سلمان اسمح لي أبو إبراهيم قال أنه ستصدر هيكلة العديد من القطاعات في الفترة المقبلة جميع القطاعات يعني احنا ومن أهم قطاع الرياضة وستخصص برامج واضحة جدا عن استراتيجية عناوينها بالضبط كيف يحدث هذا هنا أعتقد كل واحد حيطرح رؤيته هو أو وجهة نظره طالما هذه الرؤية أو هذه عناوينها أنا اعتقادي أول شيء لابد أن يصدر هو تحول رعاية الشباب إلى وزارة وزارة الشباب أو هيئة لا وزارة وفصلها عن اللجنة الأولمبية ترى عفوا يا أبو إبراهيم الهيئة إذا الجانب الإداري بيكون مستقل وبالتالي عنده مرونة أكثر لا أنا هي وزارة الشباب لأنه لها أهداف مختلفة عن اللجنة الأولمبية صحيح اختلاف الأهداف بينهم تحويلها إلى وزارة وهي تابعة للحكومة من أجل جعل الرياضة من ثقافة وعادات المجتمع بمعنى أنه الإنسان السعودي تصبح ممارسته للرياضة عادة من عاداته وتقاليده أهدافها جزء من الثقافة ما لها شغل في الربحية لا أهدافها هي دائما أي مجتمع لياقته يمارس الرياضة هو إنتاجيته عالية أي إنسان يمارس رياضة إنتاجيته عالية بالتالي أي إنسان يمارس الرياضة تقل عنده نسبة الأمراض وبالتالي أنت تخفف عن ميزانيات الصحة فهدفها هدف وزارة التربية لهذا أنا أقول أنها تصير وزارة الشباب الهدف لها جعل الرياضة داخل ثقافة وعادات المجتمع اللي يمارسها إذن هي جانب غير ربحي ما لها شغل بالربح والخسارة والاستثمار أهدافها غير يفصل اللجنة وفصلها بمعنى أنه تتحول اللجنة الأولمبية إلى أعضائها يتشكلوا من كل أندية المملكة ينتخب رئيس لها كل 4 سنوات اللجنة الأولمبية من الاتحادات اللجنة الأولمبية وهي تصير المظلة اللي تحتها الاتحادات التي ستصنع أو ستخلق المباريات التنافسية اللي تستدعي الاستثمار ثم تستدعي فتح فرص عمل حقيقية كيف تستطيع أن تفصل فيها هي حقيقة أول شيء إذا أردنا أن نمضي بهذا العنوان أو هذه الاستراتيجية أول شيء لابد أنك تفصل عشان كل واحد يشتغل في مجاله وزارة الشباب والرياضة تشتغل في مجالها وهي جعل أكثر عدد ممكن من المجتمع يمارس الرياضة جميل. تصبح من عاداته الآخر يشتغل عن الاقتصاد والاستثمار الرياضي وخلق فرص عمل والخصخصة لازم خصخصة من هو الآخر اللي هي الهيئة اللجنة الأولمبية الآخر رعاية الشباب
واللجنة الأولمبية. يعني هي قطاعين، قطاع يشتغل من أجل الهواية، من أجل ممارسة الرياضة للرياضة فقط، ما هي والآخر المنافسة من أجل الاقتصاد والمنافسة والمنافسة. هذا هذا بالتالي لازم يكون في شخصين يديروا الجهتين هذه. طيب. وليس شخص واحد. طيب في جزئية أنا أتمنى يعني هي طبعا شاملة للرؤى ومن ضمنها الجانب الرياضي اللي هو موضوع التفعيل في مثل هذه الرؤى، يعني أهمية أن يكون فيه مثل ما ذكرنا ورش العمل وتفاعل مع المجتمع بشكل عام ومن هو المجتمع الرياضي وتفعيل مثل هذه الرؤية. هذا جانب مهم. الجانب الآخر موضوع أن يكون يعني أنت تلاحظ بعض القضايا عندما تثار يعني يخرج فئة للأسف ما أبغى أقول ناقمة لكن هي فئة لها منظور سوداوي كثير دائما غير متفائلة ما يعجبه، وبالتالي هذه يعني لابد أن نكون أكثر تفاؤل في أي شيء حتى الرؤى نفسها متطلعين للمستقبل. نعم حتى الرؤى نفسها لابد أن نتقبلها أن هذه هي الحياة. صحيح لكن للأسف تفاؤلوا يعني بالخير أبو إبراهيم أقول تفاؤلوا بالخير تجدوه. أوكي طيب طيب هذا ما يتفاعل وش يسوي فيه؟ لا بس خلونا يتفاعل قد يكون عنده وجهة نظر لازم تحترمها. لا 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 هذا الغير متفائل ينقل عدواه للبقية وهذه مشكلة. كيف أنا في النهاية دائما أنا أقول إنه الكلمات التي تمنع النقد هي هذه إحدى الأمور. النظرة السوداوية لماذا تنظر إلى الكأس الفارغ؟ لا خلوا ينظر إلى أي مكان. في فرق بين عندما النقد وبالعكس نطالب. أنا أتكلم عن رئاسة الأندية. كل رئيس نادي يهاجم حقق بطولات ما حد هيهاجمك ده موضوعك. لا لا أنا بتكلم لا بسكن في فرق بين الإيجابية والسلبية. لابد الاثنين. دقيقة في فرق بين الشخص اللي تأثيره سلبي هذا يؤثر على المجتمع يؤثر على المجموعة ويؤثر على من حوله، وفي فرق بين الشخص الإيجابي اللي يكون تأثيره إيجابي. أنا أنتقد ولكن أنتقد بإيجابية لأن هدفي أن يكون مؤثر. كيف نحدد مين الإيجابي ومين السلبي؟ كيف هنحددهم؟ ما هو قال لك هو لازم انت في النهاية تقول اسكت لهذا لأنه سلبي لا تكلم يا هذا لأنه إيجابي. لا 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 في فرق بين السلبي اللي هو الناقم. لا بس وفي فرق من ينتقد خطأ. لا وغير من ينتقد خطأ هو في النهاية ينتقد أمور سلبية ولكن هدفه إيجابي. أنا أعتقد إنه المعارضة أمر صحي. ساكن لو تسمح لي بس أمر صحي في ناحية في فرق إحنا لازم نفرق بين رياضة وبين شباب. هل إحنا نتحدث عن الرياضة ونتحدث عن الشباب؟ تبغى تجي تقول لي لا الرياضة هي الشباب؟ لا الرياضة صحيح. عمل مختلف والشباب عمل مختلف. إذا كانت الرئاسة العامة رعاية الشباب سوف تحول إلى وزارة مثل ما قال الدكتور صالح، فأعتقد أن إحنا وزارة الشباب للرياضة نستمر في نفس الخطأ. لا فرق بين الرئاسة والوزارة أبدا، هي 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 مجرد مسميات. إذا نتكلم عن الرياضة فالرياضة نعم اختصاصها للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية وما دونها. يعني أنت ما أنت ضد الفصل؟ ها لا 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 أبدا ما في أحد ضد الفصل. الفصل هو الأمر الطبيعي اللي لا بد أن يكون. وين الاختلاف؟ هذه مسمى ما يعني في أحد يختلف. الوزارة لكن لما أتكلم عن الشباب الهدف يعني إيه وأتكلم عن تعليم وأتكلم عن سلطان كل واحد له مجال. لا 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 أبدا أنت لما تكلم استراتيجية للشباب المنظومة وزارة الشباب للرياضة وزارة التعليم هي أيضا للشباب لكن أهدافها مختلفة. إذا أنت تتكلم عن رياضة ممارسة ورياضة تنافس ما أعتقد أن طيب في رأي عشان يكون عندي رياضة ممارسة لازم أصلح وزارة طيب ولما يعني يكون عندي رياضة ممارسة لازم أصلح اللجنة يعني كل مؤسسة حكومية وزارة حكومية مختصة في جانب معين. يعني مثل وزارة الصحة ما تهتم بالشباب صحيا يعني كل مجال ممتاز. طيب أبو إبراهيم اسمح لي بس في الناقد في رأي للناقد الاقتصادي المهتم بشؤون الاستثمار الرياضي كان له رأي عن هذا الموضوع تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة ذكر رأيه وأبغى أراءكم تتفقون معها أو لا. يقول أرى أن التخصيص يجب أن يشمل كل شيء حتى اتحاد الكرة نفسه والرئاسة العامة لرعاية الشباب التي بالمناسبة أنا ضد تحولها إلى وزارة لسبب أنها تخصص وبالتالي لا تكون عبء على الدولة إلا في أنشطة ومجالات محدودة للشباب الصغار وغيرهم. قالوا أنه ما راح تشكل عبء على الدولة لأنه ممكن تخصيصها وبالتالي أنت حتستفيد. ما عشان كذا إذا كان المسمى هو للشباب
فهنا الفكر والاستراتيجية والرؤية والعمل تختلف تماما عن الرياضة. إذا أنت تتكلم عن رياضة ممارسة ورياضة تنافس، لا، هذه من مهام وصلاحيات ومسؤوليات الاتحادات الرياضية ولا جنوبية ولا أندية. هذه الاتحادات لها أهدافها. لا، عندها أهداف للممارسين وأهداف للتنافسين. بالنسبة للوزارة، وزارة الشباب للرياضة، هي أن تجعل الرياضة ثقافة، أن تجعل الرياضة عادة من عادات المجتمع يمارسها، يمارس الرياضة. طيب. يعني زي ما وزارة التعليم تثقفه، هذه الوزارة تخلق نشاطات لجعل الرياضة في بيئة المجتمع. طيب. انه يمارسها لوحده. طيب. الممارسه. طيب، أنا في نقطه اخيره، انا نقطه اقول ان صلح وزاره عشان ممارسه بس. لا اختلاف مع ابو ابراهيم جزئيه الوزاره. الوزاره دائما يعني للاسف انها تمارس كثير من البيروقراطيه والتعقيد، مما لا يعطي مجال رحب في الممارسة بشكل جيد، فبالتالي وتيرة العمل بتكون بطيئة. هذا أنا أعتقد أنه بيأثر كثير على ليش أنا أيت موضوع الهيئة. الهيئة مشكلة المسمى. لا لا لا، بس الأهداف أنا يهمني. بس في فارق يا أبو إبراهيم، المسمى الهيئة. الهيئة ولا تزعل. لا، ما هو أزعل، في فارق بين. لا، ماني مختلف، أنا ماني معترض على المسمى ترى. لا لا، بس أنا وما لها دخل في الرياضة. طيب، وما لها دخل في الرياضة. في فارق يا بس إبراهيم. في الوزارة، شباب في نقاط مهمة في الرؤية. الوزارة ما تكلمنا عنها، والهيئة قبل الهيئة. هيكل إداري مستقل، مرونة في الجوانب المالية. طيب، الوزارة فيها كثير من التعقيد. طيب، والجوانب البيروقراطية. أبو خالد، عفوا، من خلال الرؤية كان هناك نقطة طرحت بتقليل الانفاق المالي للانديه، لانه اصبح الانفاق المالي للانديه عالي، وبالتالي كان من احدى الرؤى انه زياده عدد اللاعبين الاجانب لتقليل قيمه عقد اللاعب السعودي. زياده اللاعبين الاجانب. طيب، اللاعب الاجنبي اذا كنت تبغى تجيب لاعب اجنبي وعلى مستوى عالي، بيكون قد اثنين او ثلاث لاعبين سعوديين. كان في مطالبة بالتخفيض يعني. هي أنا استغرب من هالنقطة هذه، لأنه اللاعب الأجنبي إذا جاك لاعب أجنبي محترم عليه الكلام وبيضيف لك إضافة فنية في الفريق، أكيد بيكون سعره عالي جدا. فبالتالي أنت كذا ما حليت مشكلة، بل زدت المشكلة تعقيد. لا، في حلول ثانية. أن عملية تقنين القيم الانتقالات والرواتب والأمور مثل هذه والمصروفات اللي قاعدة تصير للأندية، قد تكون هذه حل من الحلول. لكن عملية أنه والله أنا أزيد اللاعبين الأجانب، على العكس ترى أنت عارف راح يكون يعني ضررها من جانبين، هي جانب مالي وجانب فني. زيادة العدد، عدد اللاعبين الأجانب في الدوري، وهذا ما أثر على الدوري الإنجليزي حتى على المنتخب. ومو بس الدوري الإنجليزي، عشان ما نقارن بلا. وين المشكلة عندنا؟ المشكلة عندنا رئيس النادي، لنفرض مثلا نجيب رئيس نادي مثلا الاتحاد أو الهلال، هو في النهاية رجل أعمال، صح ولا لا؟ مو شرط. هو الآن الموجود رجل أعمال، ما الذي يجعله ينجح في مؤسسته ولا ينجح في هذا ومسبب أعباء مالية وديون؟ ما الفارق؟ بسيط جدا، واضح جدا، وهي أنه أنت تريد أن تقلل العقود، في نفس الوقت لا تريد أن تفك هذا النادي وتخليه مثلا ملك لرجل الأعمال. رجل الأعمال لما يصير هذا النادي ملكه، حيتعامل معه زي الشركة، ربح وخسارة. أي، حيتعامل معها ربح وخسارة وليس دعاية. نعم، إني أجي دعاية. يعني مثلاً شوف، مثلاً على سبيل المثال الآن، إذا صحت الأرقام، أعلى نادي مديون هو الاتحاد 240 مليون، صح؟ ما في شيء واضح، يعني تقريباً هو الأعلى. هذا عبارة عن تراكم 20 سنة من مرور رؤساء الأندية يتراكم. لكن لو النادي كان ملك لرجل الأعمال، ما حيتعامل معه زي ما يتعاملوا معه الآن، حيتعامل معاه زي شركته. مو هذا اللي طرح في نقطة انه المستثمر اذا دخل واراد شراء نادي، لابد انه يكون متحكم في هذا النادي. لا، انا ما ابغى اطرح السؤال كاستثمار. انا ما ابغى اطرح سؤال ابو ابراهيم، انا بطرح سؤال: ليش في ديون؟ ليش إدارة راحت وسلمت إدارة بعدها عليها ديون؟ وليش الإدارة الجديدة اللي جت وسلمت هذا النادي وهي تعلم ان في ديون عليه ما تقدر تفرض شيء؟
كيف ما تبي تفرض شيء؟ تفرض شيء على ايش رئيس النادي؟ يمشي ويتركك ما لي شغل. هي مو كذا في البيئة يعني. ملكية النادي رعاية الشباب، روح نرجع النقطة يعني يفترض انه في انظمة وقوانين تحكم هذا. هذا يفترض انه ما يسلم اي رئيس. احنا قلنا من البداية ادارة الى ادارة الا يكون خلص الديون اللي عليه او تحسب على رئيس النادي. يفكوها. هو الحل الامثل في مثل هذا الامر حتى نختم هذا النقطة تشجيع الاستثمار الرياضي بشكل اكبر وتفعيل او نقول نقدر نقول تسهيل الدخول لهذا الاستثمار بشكل افضل بالنسبه للانديه، بمعنى ان الانديه الان زين اضعف ما فيها هو الاستثمار، فبالتالي تلقى دائما 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 الانديه محتاجه في 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 انديه دخلها من الاستثمار يوصل الى 100 مليون، اضعف ما في الانديه سلطان طريقه الصرف. اشك في 100 مليون لا لا خذها 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 من 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 تقصد الانفاق خدم عندي. نادي الهلال عندنا مشكلة رقم هذا. عندنا مشكلة في طريقة الإنفاق. ليش يقترض؟ كيف يتم التعامل مع المال؟ صرف المال. هنا 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 مشكلة فيه. الدخل موجود. تكلفة. طريقة أقل نادي يا أخي موجود عندك في الممتاز يصرف له 20-30 مليون. أقل نادي. طيب خالد. كيف يصرفها هنا السؤال؟ أنت تتكلم على مصروفات الآن صح ولا لا؟ متى ما كان في هناك استثمار فعال واستثمار قوي وفي هناك تسهيل للمستثمر انه هو يدخل وتشجيع له انه هو يدخل للاستثمار الرياضي، اعتقد الوقت يعني الوضع يكون مختلف تماما من حيث انفاق الانديه وارداتها. في كثير من الانديه الان الأندية. طيب الانديه اللي برا مثل ريال مدريد، ريال مدريد يعتبرها اعلى مليارات بس البيئه بس مداخيله هذا الكلام احنا نتكلم عن مداخيله اذا نتفق انه تهيئه بيئه رياضيه جيده وبالتالي في البيئه والقصف وما الى ذلك. لانه النادي ملك خاص، صاحبين الاملاك للنادي احضروا محترفين طبعا يعني في التسويق محترفين ابراهيم شؤون ماليه. ما نقدر نعمم النقطه هذه لانه في انديه راسها مستثمرين وسقطت في الهاويه حتى لما يحدث لانه صدم بالواقع. لا 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 لا, 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 لا في اوروبا في اوروبا مش لا لا حتى لو يحدث هذا 2009 حدث لليفربول. ليفربول اصبح مديون وما يقدر، هذا طرح النادي في مزاد علني واشتراه امريكان، واشتروه اشخاص اخرين سدد الديون وسددت الديون. طال المشكله عندك انت الان لو صار الاتحاد مديون مين حيطرح النادي لانه يشترى؟ ليفربول حلوا مشكلتهم الديون سهل تحل مشكلتها برا ايش؟ لانه قطاع خاص حتطرح في السوق كما زاد لتباع وتتسدد الديون. طيب هنا ما عندك اي أبو شيء. ابراهيم انا بسالك سؤال. طيب اسالك سؤال ابراهيم، الان ريال مدريد يعتبر هو الان اغنى انديه العالم، وشو اللي خلاه يحقق هالافضليه هذه نقول المداخيل الكبيره هذه في المقابل ليفربول زين اعلن افلاسه وطرح اليوم. لا 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 انا ما فهمت قصدي شو. انا اقصد ميلان اليوم، ميلان برلسكوني تقدم رجال اعمال صينيين لشراء نادي في اخطاء برغم انه مستثمر، لكن الفريق يعاني من ازمات القضيه مالية. القضيه جميل. عندما تخطئ اداره طيب خلونا لا بس جمله خرجنا كثير عن الرؤيه. لا ما هي في نفس الرؤيه احنا نتكلم عن الجانب الاقتصادي الرياضي البيئه خلق بيئه في النهايه. هناك لما يحدث خطا لاي اداره في النادي برا ما هو الحل؟ النادي يطرح في المزاد، يأتي إدارة أخرى تشتريه وتسدد وتشتغل فيه. بينما هنا لما يحدث عندك زي مثلا الآن الأندية المديونة حدث لهذين، وش يصير لما تروح الإدارة؟ ما يصير شيء، يظل الدين متراكم ويجي اللي بعده يراكم. بينما لما يكون قطاع خاص أي نادي حيتعثر حينحل مشكلته بسرعة. وأنا أتكلم إنك تطرحه بالمزاد لأنه ينباع يشتري أحد وتتسدد الديون. وانا اتكلم ابراهيم اقول ان لو في استثمار جيد واستثمار فعال ما يسدد لا ما تقدر طيب. تستثمر الان في موجود مجال الاستثمار موجود بس بسيطة عشان ما نغفل عشان دور في المحور الثاني. لا في الرؤيه عشان ما نغفل دور طيب. الرئاسه نقطه اخيره انه كان لهم ايضا مشروع قادم
في أظن 2020 يعني بعد 4 سنوات لتسجيل نحو 450 نادي للهواة صحيح تمارس الأنشطة الثقافية والترفيهية. هذه في الرؤية وليس رعاية الشباب. هذه رعاية الشباب. لا الرؤية. وحتى لو الرؤية لكن لا إنهم ينتهون منها 2020 يعني بعد 4 سنوات يكون في تسجيل نحو 450 نادي. هذه الرؤية هي اللي طرحتها. في الرؤية هي اللي طرحها. طبعا هو كان طبعا من التزاماتنا الرؤية. بس أبو إبراهيم ترى على فكرة كان في اجتماع الأمير عبد الله بن مساعد. لا هذه في مع مجلس الاقتصاد. الرئاسة العامة. لا مع مجلس الاقتصاد والتنمية وكان في أيضا استراتيجية للرئاسة طرحت أمام المجلس. صحيح. وبوركت في هذه الجلسة اللي كانت موجودة وبالتالي صارت الرئاسة بالتوافق والتوازن مع الرؤية في أن صحيح. تخصص 450 نادي للهواة في عام 1442 اللي هو 2020 ان شاء الله سيكون بمشيئة. وهذه عموما إيجابية تسجل. طيب عموما احنا نتمنى ان شاء الله التوفيق لهذه الرؤية والقائمين عليها ان شاء الله وننتظر مشيئة الله نتائج هذه الرؤية القادمة خلال 15 سنة نحيانا الله وإياكم لنتائج إيجابية بمشيئة الله فعالة على أرض الواقع. نتحول إلى محورنا الثاني اللي يتكلم عن تأهل الأهلي والنصر إلى نهائي كأس الملك والمستويات الرائعة التي يقدمها النادي الأهلي واللي باركنا لهم بالدوري في الفترة في الحلقة الماضية. أيضا نبارك لهم تأهلهم إلى كأس الملك. أيضا نبارك لنادي النصر تأهله إلى نهائي كأس الملك. نهائي سيكون مثير إن شاء الله في 27 من مايو في 28 بمشيئة الله. مباراة منتظرة من الفريقين. سلطان خلينا نتكلم عن هالفريقين اللي بيلعبون نهائي كأس الملك بمشيئة الله في هالموسم الأهلي والنصر. الأهلي هذا الموسم فريق استثنائي بمعنى الكلمة من خلال نتائج. والله شوف أنا بتكلم بشكل عام مع استعداده من الموسم الماضي من سنتين تقريبا. أنا بتكلم بشكل عام لأن عادة الأمور الفنية لا أحب الخوض فيها أو الحديث عنها لا أتركها لمن هم أهلا لها. الأهلي بلا شك أنه يعني كان عنده عمل. الأهلي ما هو عمل من السنة هذه ولا من السنة الماضية. الأهلي من 4-5 سنين هو يعمل على الفريق. أغرب العناصر الموجودة فيه هي عناصر شابة من جد وجد من بداية الدوري وهو يعني. بس وش اللي خلى هالعناصر يقدم مستويات؟ شوف لما يكون في تتفق وتتناغم وتحقق إنجاز. إنجاز كبير طبعا بعد 32 سنة تقريبا. يعني الكل فرح الفريق الأهلاوي سواء إدارة جماهير أعضاء شرف. احنا شايفين حتى المبالغ المالية من أعضاء شرف يعني قامت تنهال على الفريق الأهلاوي. مع كل منجز في أي نادي يكون فيه يعني إذا كان العمل جيد أكيد. ولا في منجز إلا في عمل جيد. لا في إنجازات تقدم بأعمال مثل مش جيدة أعمال اجتهادية فقط لموسم اجتهاد. لكن الاتحاد الأهلي هو من موسمين من يعني موسمين وهو يعمل ويقدم ونتائج العمل الجيد وهو ينافس على الدوري. نعم لكن الفعلي من تقريبا موسمين كان قريب جدا كان مهيئ لتحقيق الدوري. ثالث كان مع الشباب كان مع احنا نقول من سنوات من سنوات حقيقه وهو يصارع في المركز الاول الثاني والثالث دائما. والمهم انه ما هو ياخذ الدوري ياخذ الكاس. المهم ان يستمر الاهلي في المنافسه في السنوات القادمه يعني ويكون يعني له تاثير قوي على كره القدم السعوديه ويعود الاهلي كما عرفناه بطل ويقدم يعني النجوم بكره القدم السعوديه وهذا الأهم. الفريق النصراوي طبعا يمكن الموسم هذا لم يكن في يعني كما عهدناه في الموسمين الماضية ولكن لعل هذه البطولة كأس الملك تعيد الاتزان للفريق وفي نفس تخفيها ها صحح ولا تخفي الأخطاء يعني يكون في نوع من إعادة الاتزان والثقة بالنفس على أساس أنه يدخل الموسم صحيح. القادم وهو قادر لا فعلا يعني بطل الموسم الماضي الآن في المركز الثامن أو التاسع ثامنها صح اي لا يليق بنادي يكون بطل الموسم الماضي او لموسمين متتاليين. فاعتقد انها تعتبر مصالحه لجماهيره ولاداره الجماهير النصراويه. طيب ابو بندر الفريقين وصلوا الى نهائي غالي ومهم اكيد انهم تعبوا. الفريق الاهلاوي
تعب كثيرا حتى وصل إلى نهائي كأس الملك بالرغم من عنده مشاركة آسيوية وعنده دوري ومنافسة على الدوري مع الهلال في منافسة قوية جدا. الفريق النصراوي مباراة الاتحاد كانت فارقة صحيح بصراحة، يعني حتى النصراويين تحدثوا عن هذا الموضوع قالوا أنه الفريق غير لو لعب بهذه الروح طوال الموسم كان ما لم يكن يصل إلى المركز الثامن. يعني خلنا نبدأ بالأهلي بحكم أنه عنصر ثابت في المنافسة جميع بطولات الموسم، البطولات كأس بطل وصيف دوري ونعم وكأس الأهلي. أنا أعتقد أولا منظومة العمل اللي توضح الأهلي تكشف أن هذا الفريق هو فريق قوي ومنافس، ومنظومة العمل نقصد فيها كافة عناصر اللعبة كعمل إداري فني تدريبي عناصري جماهيري. وطبعا هذا الجانب مو فلسفي، هذا واقع، لأنه إذا اختل عنصرين بلا شك يؤثر على المنظومة، وهذا الجانب هو اللي اختل في النصر. عندما أشدنا في النصر الموسم الماضي واللي قبله كانت العناصر هذه موجودة، لكن اختلت فبالتالي تأثر اختلالها بالجانب التدريبي، تغييرات اختلالها بانخفاض الروح المعنوية وأداء اللاعب وأثرت، وانخفاضها أو اختلالها أيضا في الجانب المالي اللي كان فيه مطالبات. هذه كلها الأهلي لا كان أكثر ثبات في هذا الجانب، فبالتالي وضحت المنافسة. الجانب الآخر والمهم أنه يمكن النادي الوحيد اللي عنده استقرار مالي، والاستقرار المالي هذا يعني أعطى للفريق نفسه منافسة. مش الفريق الأول ترى، هو الآن بطل دوري الشباب وهو منافس في الأولمبي والناشئين وهو منافس في الألعاب المختلفة. إذن الاستقرار المالي كان له أثر إيجابي في أن يسير الفريق بشكل تصاعدي ومنافس، سواء الموسم الحالي أو المنصرم أو ما قبله. النصر هذا الموسم أيضا مثل ما قلنا هو عكس الفريق الأهلاوي، اختلت موازين منظومة العمل فبالتالي تأثر. ومباراة الاتحاد أتفق معك، ويمكن كافة النصراويين شاهدوا الفريق بوجهه اللي يبغونه أو اللي يتمنونه في هذا الفريق البطل والمتوج لموسمين ماضيين. أعتقد مباراة الأهلي، اسمح لي الداخل معك هنا، يمكن في الدوري الفريق النصراوي معنويا كان شبه مهزوم، أنه ما عندي أمل أني أنا أوصل لي يمكن بعد الخسائر، ولكن في كأس الملك أنا عندي خطوة وأوصل للنهاية. صحيح. كانت المعنويات هنا أكثر قوة، فعشان كذا قدم مستوى. بس هذه كلها ترسبات سابقة، بمعنى أنه كان في مشاكل من بداية الموسم في الإعداد، كان في مشاكل في الاستقرار المالي والمرتبات وما إلى ذلك، وفي الاختيار الفني في اللاعبين الأجانب وغيره أثرت. مباراة الاتحاد مثل ما كانت خلينا نسميها مصطلح إعادة الأمل للنصر أن يعود بالصورة المطلوبة، وبذلك مباراة الكأس تمثل أهمية قصوى للنصر لأسباب كثيرة. السبب الأول مسح الصورة الهزيلة اللي كانت طوال الموسم، السبب الثاني إعادة توهج الفريق، السبب الثالث أن يكون الفريق في مشاركة آسيوية حيلعب على السوبر وعلى السوبر. إذا في كثير من المكاسب اللي بيجنيها النصر في فوزه. عكس الأهلي، حتى لو خسر الأهلي فهو متوج أولا ببطولة الدوري ومنافس قوي على كأس ولي العهد، وعنصر بالفعل كان ثابت في البطولات. إذا هي مباراة حتكون شرسة أنا أعتقد، ولن تكون سهلة لأي الفريقين. جميل أبو خالد، الفريقين تكلم عنهم عن ما وصلوا إليه في هذا النهائي المرتقب. نتكلم عن الأهلي أولا. الأهلي طبعا حقق أرقام في هذا الموسم، موسم استثنائي بأرقام تاريخية، خلينا بس نذكرها كما جاءت في صحيفة الرياض. الأهلي حقق وصيف كأس ولي العهد عندما خسر أمام الهلال 2-1، بلغ نهائي كأس الملك، حقق الدوري. لم يتعرض الأهلي طوال مشواره إلا لخسارة واحدة خلال 24 مباراة لعبها في الدوري. يمتلك أقوى دفاع ب 17 هدف، رابع أقوى خط هجوم ب 47 هدف. ينفرد مهاجم الفريق السوري عمر السومة بصدارة هدافين 22 هدف. رابع المكاسب اللي حصل عليها الأهلي تأهله لكأس السوبر بعد أن حصل على لقب الدوري. كل هذه الأشياء أكيد ما جاءت من فراغ. أول شيء أبارك الأهلي، فعلا يستاهل، حقق الدوري يعني بجدارة وقطف ثمرة عمل يعني لسنين طويلة. قد لم يحالفهم الحظ في تحقيق البطولة خلال السنوات الماضية، ولكن
ابتسم لهم هذا الموسم. الأهلي عمل بجد وعمل بتركيز أكبر هذا الموسم. أنا من وجهة نظري برضو يعني أنت عارف دخول طارق كيال في الـ في الـ في الـ نقدر نقول الخطوات الأخيرة من السباق كان لها دور كبير جدا وتغيير محوري في انضباطية العمل بشكل أكبر داخل الفريق. الاستقرار الفني كان له أثر كبير جدا. جروس عرف كيف يوظف يعني إمكانيات اللاعبين بطريقة احترافية جدا. أنا وجهة نظري أنه الأهلي كان هو الأفضل خلال الموسم واستحق أنه هو يحقق مبتغاه من هذا التنافس. أما فيما يخص نادي النصر أعتقد نادي النصر من بداية الموسم هو يعاني اهتزازات كبيرة جدا سواء كان إداريا أو فنيا أو عناصريا من داخل الفريق. فأعتقد أنه مثل ما قال أبو بندر يعني كانت الإشكالات إشكالات الإعداد الفريق سواء كان الاستمرار على دي سيلفا الجانب الإداري واختيار اللاعبين الأجانب كل هذه الأشياء كان لها أثر سلبي وأثر واضح جدا على بداية متعثرة من بطولة السوبر وحتى البطولة الآسيوية للمرة الأخيرة أمام أذربيجان. فأعتقد أنه النصر يعاني كثير لم يستقر فنيا. تغيير المدربين كان له برضو دور كبير جدا وأسهم بشكل فاعل بانخفاض مستوى اللاعبين وطموحهم من أجل تقديم الأداء الأفضل. الطفرات الفنية اللي قاعد نشوفها بين يعني فترة وفترة مثل ما حدث في مباراة الاتحاد الأخيرة هي نقدر أقول عنها حلاوة روح بطل يحاول يعني إيجاد مساحة لنفسه بأنه هو موجود بأنه هو فريق له هويته الفنية وله قدرته على أنه هو يقدم الأفضل ولكن الأجواء المحيطة لم تساعده على أنه هو يستمر على هذه الروح ويستمر على هذا العطاء اللي كانت كل الجماهير النصراوية تتمنى أن يكون متواجدة في كثير من المباريات المفصلية خاصة أمام ذوبهان في البطولة الآسيوية. لما يقول كنيدا بعد مباراة الاتحاد مدرب الفريق النصراوي أن الروح النصراوية عادت وين كانت هذه الروح؟ هي هو شوف أنا نسبها إلى الروح يمكن سلطان ما تقدر تثبتها ولا تنفيها لا بس هو حتى شاف لا هذه الروح ما كانت مع كنيدا كانت مع كارينيو تقريبا في الفريق النصراوي. كانت مع كارينيو ولا كانت مع كارينيو حقق مع النصر بطولات واللاعبين كانوا مختلفين. بطولات خروج المغلوب ليست مقياس للتقييم الفني الا اذا كان في فروقات كبيره. لا هو يقصد كروح فريق بغض النظر عن الدوري كعطاء كمستوى فريق بغض النظر عن ربما عشان منافساتنا لا تسمح للدرجه الاولى يدخلوا كطرف لكنه برا تلاقي في البطولات خروج المغلوب تلاقي واحد من درجة أولى جاء ودخل معاهم في لا موجود النهاية. موجود درجة أولى فخروج موجود تشابك البطولات لا خروج المغلوب بطولات الدرجة الأولى أبو إبراهيم دائما يركز على أنه بينافس على إما الصعود أو لا بطولات خروج المغلوب هي بطولات لا تستطيع سريعة. القياس فيها لا تستطيع القياس لأنه ممكن خطأ يسجل هدف يرجع الثاني يسكر المباراة يسكر كل دفاعه 90 دقيقة تنتهي المباراة انت علي مو لأنه هذا بطل انت علي ليه لأنه عشان تثبت أنه بطل الدوري يعني الدوري هو اللي يثبت لك هو المقياس هو المقياس الحقيقي هذا ما هو مقياس ندي المسألة أنه الهلال أنا أعتقد في الآن في فارق كبير الحين نتكلم الحين الأهلي والنصر بين الأهلي والفرق الهلال والاتحاد لقاء الهلال والأهلي الهلال والأهلي والنصر الأهلي حقيقة في هذا في فروقات كبيرة بينه فنية بينه وبين الثلاث فرق أو البقية كلهم لا الثلاثة اللي ينافسوا طبعا البقية أكيد والدليل أنه لو في تقارب مستوى فني بين الهلال والأهلي ما كان حيستطيع الأهلي هزيمة الهلال مرتين وراء بعض في بطولتين إلا إذا في الرياضة في جدة إلا إذا كان المستوى الفني كبير حيضربك مرتين إذا متقارب الآخر سينتقم ما حيخليك تفوز إلا إذا فارق الفني كبير حقيقة الفارق الفني عند الأهلي كبير
لسبب انه هو النادي الوحيد حتى قبل ابو ابراهيم نهايه الدوري باسبوعين. اي انا قلت زعلوا علي حتى زعلوا علي ليه اعطي 90%؟ ابو ابراهيم قال 90%. ليه اعطي 90؟ الان اعطي 80% كمان للاهلي، اعطي 80% انه 20 على النهائي. اي على النهائي، نهائي كاس الملك. اي انه هو البطل 80% سجلها بس عشان ليه؟ لانه الاهلي حقيقه توقعاتك تصيب. الميزه اللي موجوده فيه، ما الذي جعل الجانب المالي يستقر عنده والجانب الفني يستقر عنده والبدلاء يستقروا عنده؟ السبب الوحيد هو انه النادي الوحيد اللي عنده اكاديميه. الاكاديميه الرياضيه لتصنع لاعب جيد تحتاج من 5 إلى 8 سنوات تشتغل على البرعم هذا لين تطلعوا له. لهذا تجد الاهلي ما دخل في صراعات تعاقديه مع البقيه، ما سوى اليوم سجلوا لاعب، ما سوى عبء كبير، سجلوا لاعب من خارج. لا بس ترى ابو ابراهيم انا اختلف معك في موضوع الاكاديميه، لانه في انتقاد كبير على الاكاديميه من محبي الاهلي القريبين من البيت الاهلاوي بحكم انها مخرجاتها الى الان ما يستفيد منها، ما يستفيد منها، ما يستفاد منها. انت قاعد تقول للناشئين والشباب والاولمبي كلهم ينافسون، اي بس ما قاعد يستفيد منها الفريق الاول. انا اتكلم يعني ما في وين المخرجات الاكاديميه للفريق الاول؟ انت تتكلم. طيب اللعيبه غالبيه اللعيبه الموجودين الان الاكاديميه كم لاعب من وين جاي؟ من انديه اخرى، من النصر، مثل الهلال، مثل الاهلي. منهم؟ يعني انا اعطيك مثال، تيسير الجاسم له 10 سنوات اوكي، لكن اوكي ياسر مسيلي من نادي اخر، طبعا عقيل، مهند عسيري، مهند عسيري، اسامه هوساوي، وهذا طبعا هذا لا يعيب الاهلي. باقي 30 من وين؟ لا 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 باقي 30 انا طبعا شوف من الصعب جدا اقول لك هذا من وين وهذا من وين وهذا من وين بحكم ما في المام كامل، لكن انا بقول لك على حاجه. هو الوحيد انت عارف من انا في أنا تتكلم الاكاديميه مخرجاتها بالنسبه للاهلي وغير الاهلي هي خجوله وغير فاعله بشكل كبير. الاكاديميه بس عشان نعرف انه ترى مو معناها انه تخرج لك نجوم، ممكن تخرج انديه ثانيه، مو معناتها انه تخرج لك نجوم. الاكاديميه عشان يطلع مبدع في 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 اي مجال، يعني حتى في مجال التربيه معروف نسبه المبدع انه احتمالية وجود مبدع 10%، يعني كل 100 شخص احتمالية انه يكون في مبدعين 10%، احتمال وجود مبدع حقيقي من 10% 2%، يعني بمعنى انه لازم يدخل هذه الاكاديمية 10,000 عشان 2 مبدعين يطلعوا منها، هذه النسبة حقت الابداع. وبالتالي انا اللي انا اقصده ان هي قاعدة تنتج وما تحمل اعباء ما نفقد دور اكاديميه الاهلي بالفعل. لا 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 عفوا، لا 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 احنا ما قلنا صحيح، بس الفريق اللي الان يلعب وهو البطل ومن 3 سنوات العنصر الوحيد من الاكاديميه هو مصطفى بصاص. انت تتكلم عن الناشئين والشباب والبراعم، قبل شوي انت يا ابو ابراهيم طيب تسمح لي اوضح النقطه. طيب عندما يكسب فريق الناشئين او الشباب او الاولمبي بطوله لا يعني ان هالعناصر ممكن تنجح في الفريق الاول. ما اتكلم تنجح، اتكلم هذول من وين جو. انا ممكن ما يكونوا من الاكاديميه. لا لا حتى من الاكاديميه غالبيه تسجيل خارجي. لا 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 من الاكاديميه ما هي شامله على الفرق. سلطان خلينا نفترض انها يعني من الاكاديميه. لا لا يدخل البراعم ثم ينتقل للناشئين ثم ينتقل صحيح. ما هي هذه من 5 إلى 8 سنوات بس قد يتوقف عندما يصعد الفريق الاول. ما قلت لك المبدع مو انا قصدي انه التخطيط السليم. التخطيط السليم عموما انا اعتقد انه النادي الوحيد اللي هو صحيح النادي الوحيد اللي يملك اكاديميه بلا شك، ولم يتاثر ماليا والجميع اشاد في هالخطوه. بس هذا انا من خلال متابعه وهو حيفوز 80% نسبه فوزه. طيب في الكاس صالح الطريقي يقول 80% ترى قال 90% عندما نتحدث عن الاكاديميه نتحدث عن اجاكس الهولندي. اجاكس الهولندي هو عميد الاكاديميه، نعم افضل اكاديميه في العالم، لا يظهر كبطل في اوروبا. ليش؟ اكيد اولا لا انا اقول لك ليش. انا اقول لك ليش، لان العناصر دائما تلتقط من الفرق الاوروبيه. لا لانه هو يشتغل بزنس. ايه طيب ايش اقول لك، وليس بحثا عن البطوله. هذه مشكلته، يجيب من 15 الى 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 13 سنه يشتغل عليهم 3-4 سنوات
ثم يبيعهم للأندية. طيب وهذه هذه تعتبر مصدر دخل للنادي. هذه مشكلة. ما هو ما أدى الدور أدى الدور الأكاديمية مصدر دخل للنادي. بس لكن هذا نادي كبير. يعني طيب يفرق نجوم. لا بشكل أنت لازم ترجع في التاريخ لما ترجع للهلال والنصر والاتحاد والأهلي. لما كانت الفئات السنية العمل فيها منظم وفيها في الهلال في الأندية كلها أخرج كان فيه فريق بطل قاعد النصر قاعد يوم كان عنده في القاعدة كان عنده فريق بطل الاتحاد نفس الشيء والأهلي الآن يهتم في القاعدة صار عنده في شيء اسمح لي عندي أنا أقول لك القاعدة الفئات السنية وعندي خبرين بس بقولها ونتناقش فيها الإشادة بأكاديمية الأهلي لا يعني انتقادها في بعض الجوانب صحيح. هذه واحدة ومن ضمن المخرجات لكن ترى لا نغفل على أكاديميات الآن هي تعمل بذكاء وبهدوء وبمخرجات أتحدث عن أكاديمية النصر الآن مخرجاته تؤكدها المنتخبات السنية يعني منتخب الشباب الآن لديه 7 لاعبين من النصر الأولمبي لديه 5 لاعبين الناشئين له 6-7 لاعبين هذا تأكيد والعناصر الآن اللي في الفريق الأول في 4-5 لاعبين هم نتاج البراعم يعني إبراهيم طيب. غالب شايع شراحيلي عبد الله العنزي لما يغير يعني النصر احدى مشاكله في الدوري هذا انه ما غير جلده لديه لاعبين كان مفروض ما يلعبوا هذه قد تكون رؤية سبب التغييرات المدربين لا لها أثر مدام أنت تقوله موجود أنا أقول لك ليش لأنك أنت محصور في 26 لاعب ثبتتم من بداية الموسم لا يمكن أن تستقطب لاعبين من الفئات السنية سوى هؤلاء الموجودين في الشتوية خلينا الشتوية تغيير 2-3 لاعب أبو بندر بس ترى على فكرة عناصر النصر الآن اللي موجودة هي صفوة اللاعبين في المملكة هي الأبرز وين في المملكة الآن أي نعم منهم اللي أخذوا بطولة الدوري العام وقبل العام الآن هم نفسهم نتكلم على أنه هم هؤلاء ولكن في هزة سببها أنا ممكن أتكلم عن مارادونا ممكن أتكلم عن مارادونا طيب. بس الآن مارادونا انتهى حنا طلعنا الحين الفريق الآن اللي موجود في النصر أبو بندر منتهي خرجنا أبو إبراهيم الفريق منتهي الآن دفاع إبراهيم. النصر إبراهيم دفاع النصر أنت تحتاج أن تغير دفاع النصر بأكمله. طيب. إحنا قاعدين نتكلم عن أكاديمية. كبر السن. أكاديميات ودور أكاديميات ما هو محور. لا بس إحنا طيب. ندخل فيها. إحنا تطرقنا حكم النهائي سريعا طبعا كان في تصريح للكابتن عمر المنا رئيس لجنة الحكام السعودية وقال إنه حتى الآن ليس هناك حكم مرشح لإدارة النهائي ولا يمكن لأحد الناديين أن يختار الحكم الأجنبي لأن هذا هو تخصص اتحاد الكرة هو من سيختار الحكم سواء أجنبي أو محلي ترى الأهلي طلب وخاطب اتحاد الكرة يقول بحكام أجانب على تصريح عمر مهنا أنه لا يحق أيضا طالب للأندية ولكن إذا صار في ضغط من الناديين الكبيرين مثل النصر والأهلي أعتقد على عمر مهنا أن يرضخ لهذا حتى لا يمارس ضغط على الحكم القادم المحلي فبالتالي طيب. يتأثر في مثل هذه المباراة طيب هذا خبر احنا قلناه هم الاثنين مطالبين لكن النظام يقول النصر لا ما في نظام انه حكم محلي ولكن لا في توجه في توجه كأس ولي العهد في كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين لا هو توجه ما النظام انا عارف انه نظام يا ابو ابراهيم الله يسلمك العام النصر والهلال النهائي الكأس الملك كان حكم اجنبي الغريب انه اذا ما في نظام مصر ما في نظام والدور الاربعه السنه هذه كلها مجانا حتى لو في نظام بس هو توجه ما لا انا قصدي هو توجه اذا طلب الناديين دعم الحكم المحلي هي رغبه وتوجه بس الغريب انه الاثنين يشكوا بال صاروا يتفاهموا يعني على الاقل ممكن واحد يشك وواحد ايش يتمنى طيب شوف الحكم الاجنبي ما شاء الله كيف كان قادر على اداره كافه المباريات أبو بندر اسمح لي أخطاء ولكن الجميع خرج راضي طيب خلونا عشاء أبو بندر أبو إبراهيم عفوا عندنا محورنا الثالث والأخير وعندنا محور أنت طلبته أبو إبراهيم وشكل الوقت بيداهمنا وإحنا ما تكلمنا عنه خلينا نروح للمحور الأخير في محور رابع سنتحدث عنه إذا أسعفنا الوقت محورنا الثالث كرسي رئاسة الهلال بعد خسارة الهلال واستقالة الأمين نواف مسعد هذا كان في الأيام الماضية كان هناك اجتماعات لأعضاء شرف نادي الهلال وحاولوا إقناع الأمير نواف بن سعد بالعدول عن هذه الاستقالة وهو كان له عتب على أعضاء الشرف في عدم تلبية الوعود الشرفية التي وعد بها أعضاء الشرف الأمير نواف بن سعد في بداية تولي لهذا المنصب 11 شهر سلطان 11 شهر لم يكمل الأمير نواف بن سعد
تولي رئاسة نادي الهلال أو استمرار في رئاسته؟ وكان هناك أسباب، قال إنه الدعم المالي اللي وعدني فيه أعضاء الشرف، وهذا ما ساهم في في. شوف أنا أتوقع إن فترة الأمير نواف بن سعد هو يكرر فترة الأمير عبد الله بن سعد، إنه كان في وعد من أعضاء الشرف ولم يتم الإيفاء فيه. فبالتالي إحنا نرجع لنفس الكلام اللي كنا نقوله في بداية الحلقة، أن رئيس أي نادي عندما يأتي لتولي رئاسة النادي يجب أن يعلم ماذا أمامه خلال 4 سنين، هل يستطيع ولا ما يستطيع، سواء من ناحية مالية أو من ناحية وقت أو من ناحية فريق عمل أو من ناحية فنية كالقدرات الفنية للفريق اللي هو راح يلعب من خلالها المنافسات. يمكن الأمير نواف بن سعد كان عنده تطلعات معينة وكان عنده وعود معينة لم يتم الإيفاء بها، هذا احنا ما ندري عنها، ما كنا حاضرين مجلس أعضاء الشرف وعرفنا وش الوعود وش اللي كان موجود أو وش اللي كان مفروض انه يتم وما تم. هو كل حديث يفترض، أنا رأيي الشخصي عندما يكون هناك حديث خاص بفئة معينة أن يظل مع الفئة هذه. لأنك انت لو تسمح لي، لأنك انت لما تطلع الآن وتقول كان فيه وكان فيه، احنا ما ندري عنه، لا انا ولا الجمهور ولا الوسط الرياضي يعلم ماذا حدث بالضبط، فانا كيف اقدر احكم؟ كيف اقدر اقول ان نواف بن سعد صح او نواف بن سعد خطا؟ كيف اقدر الثانيين ويكذبوا كيف كيف اقدر اقول في حديث ان اعضاء الشرف صح ولا خطا؟ حديث الامير عبد الرحمن بن سعد طبعا من الاخبار انه الديون على نادي الهلال، الدعم المالي، اعتقد انه قال انه بيطلع هو بيفصلها وبيوضح. قال اتمنى انتظر اعلان ديون الانديه بصوره رسميه، هذا الامير عبد الرحمن مساعد، وقال انه هناك بعد سيكشف ما خفي حول موضوعات كثيره تخص عقود الرعايه التي وقعها الهلال خلال فتره الرئاسه. اعتقد انه هو وانه قال انه في عقود كثيره ستدر على النادي مبالغ ماليه. هو 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 يتحدث ان الرئاسه العامه لرعايه الشباب ذكرت بأن سيتم شهر في السنة سيتم الإعلام فيه عن كل الميزانيات والالتزامات اللي موجودة في الأندية السعودية، بمعنى أن كل سنة راح يكون هناك قوائم مالية واضحة، وأعتقد أن الشهرين القادمة راح يعلن للأندية السعودية. أبو بندر، يعني أنا في رؤيتي أنه الهلال الآن أو الجمهور الهلالي عاش صدمة، الصدمة هذه كانت نتاج تضخيم الاستثمارات وتعظيمها على أنها أرقام مذهلة وفلكية ستتيح للنادي أن يعيش في بحبوحة وبالتالي لن يتأثر أو يهتز ماليا. هذه كانت من خلال فرقعة إعلامية بدأت بإعلان أن تلك الاستثمارات تفوق 100 مليون من خلال المعلنين والمستثمرين، وهذا بالفعل كان في بداية الموسم. الآن إعلان الأمير نواف بن سعد، عندك يقين أنها صحيحة أو غير صحيحة؟ كيف؟ تقدر تأكد أن هالمعلومات صحيحة أو غير صحيحة؟ أي معلومات؟ أن العقود هذه صحيحة أو غير صحيحة؟ يتكلم كنشر إعلامي كفرقة إعلامية، هو ما يتكلم أنها صحيحة أو غير صحيحة، يمكنها صحيحة. طيب لو هي صحيحة ليش يقترض ويعيش بضائقة؟ هنا نتكلم على طريقة الصرف، معليش سلطان، يمكن أنا عندي دخل 100 مليون صحيح، أنا صارف 200 مليون، أنت ليش تصرف 200 مليون؟ في أرقام وخليك تكلم. الأمير عبد الرحمن مساعد يقول في فترة الرئاسية وقعت عقد صلة الذي وقع في فترة رئاستي، باختصار صلة هي الذراع الاستثماري للنادي، تجلب الشركات المعلنة والمستثمرة وعقود الرعاية، وتم الاتفاق على 75 مليون ريال في السنة الأولى، لا تحصل منها صلة على مقابل، وما يزيد عن 85 تأخذ صلة 25 مليون. 75 ل 85، أي أضاف غير عقود الرعاية الثابتة هناك خدمات تفاعلية مثل بوبا بعض الشركات ونسبة من مبيعات السيارات والتطبيق وغيرها من شركات الرعاية المختلفة لم يفعل بعد، وكان من المفروض تفعيل نهاية الموسم الماضي. عندهم موبايل، عندهم، فعندهم يعني الأمير عبد الرحمن مساعد وضح. علي مع احترامي للأرقام اللي ظهرت من خلال الاستثمارات كانت ترى أنا أعتقد أرقام صغيرة، ولكن مثل ما أنا أؤكد أنها ضخمت، وهذا التضخيم أضر بالهلال. الهلال كان من خلال قد يكون إعلامه أنه أراد أن يضع الهلال في الواجهة وأنه الأكثر استثمارات
كنادي كبير، فبالتالي هو استحوذ على كل هذه الجوانب. بس واضحه يعني هم قالوا لك الارقام الان انكشف واضح لك الارقام عندما يخرج نواف السعد. ليه ما تنظر لها انه سوء في الصرف؟ سوء في الصرف يمكن. ليه تنظر لها انت مصر على جانب ما عندك ادلته؟ طيب الادله اللي هو انه فرقه اعلاميه وهم يقول لك عندي الفلوس، يبقى انا ارى إيه؟ واتفق مع سلطان ان الصرف كان اعلى من الميزانيه. معليش طيب حتى الصرف وش اللي صرفه الهلال؟ اذا كان دقيقه بس لا جلب لاعبين يعني نقول بقيم عاليه كبيره جدا، سوء اداره ماليه ما يعني في موضوع انت تتكلم عن اداره ماليه، يمكنها رواتب لاعبين عاليه، يمكنها ديون موجوده. طيب معنى حتى التعامل مع عقود مدربين، عقود مدربين موجود من الموسم الماضي. إيه يمكن انت تتكلم على شيء منطقي وفي شيء غير منطقي. لا انا ما اقدم حقيقه، انا اقول هذه فرضيه وهذه فرضيه. انت لا تصر على انه فرضيه. الحاجه المنطقيه انه ما في مصروفات عاليه جدا بالنسبه للهلال واضحه كعقود مثلا لاعبين عاليه. عندك ما يثبت انه ما في مصروفات عاليه؟ خلونا نتكلم كلام في سلطان في الهواء. خلينا نتكلم الان ما تقول لك تقول النصر جاب مثلا مايقا مبلغ وقدره، ادريان المبلغ حقه عالي جدا، هذه في مصروفات عاليه. طيب لكن لاعب الاجانب الاثنين اللي جابوهم الهلال ادواردو الميدا ببلاش جاي بدون مقدم عقد. بدون مقدم عقد كم راتبه؟ بس راتب. طيب خلاص كان حر، لاعب حر. الراتب مو ميزانيه يعني جاي مجانا؟ لا ايوه ويصرف شهريا. دقيقه بس انت لما تدفع مقدم عقد عالي جدا لانتقاله من النادي غير لما انك تاخذ لاعب حر. انا ماني جالس اتكلم لاعب جاء حر او لاعب العقود كلها صارت توزع مع الرواتب. انا اتكلم لك الصرف. اللاعب جاء لاعب حر، لاعب حر. كم عقده؟ ما هو ذاك الشيء اللي عليه الكلام، انا ما ادري والله كم. انا اشوف ابو ابراهيم انا متاكد، اسمح لي ابو خالد، انا متاكد ان الامير نواف بن سعد لن او ولم يخرج للاعلام ويتحدث عن استقالته الا ان الضغوط الماليه هذه. اكيد عنده ضغوط. الضغوط الماليه أكيد. هذه جاءت من وعد اعضاء الشرف بان يفوا بالتزامات. اسمح لي يا ابو ابراهيم، احنا مختلفين على الازمه الماليه. الازمه الماليه الله يسلمك كانت قبل الموسم، والرجل طلب من اعضاء الشرف تسديد هذه الديون على ان يلتزم بالرئاسه ويقدم دعم هو ايضا. وقدم الرجل دعم كبير. محمد ترى ما احنا مختلفين معك في النقطة. ربما انا وسلطان اختلافنا معك، واتكلم عن باسم سلطان. لا لا خذ راحتك تموت. الاختلاف هو في فارق بين ان تقول انه لديهم ازمه ماليه وهذا رايي، وفي فارق ان تقدم معلومات بدون ادله. وش المعلومات؟ مثل ايش تبغى؟ مثل لما تقول ان العقود غير صحيحه. العقود غير صحيحه. ما قال غير صحيحه، انا قلت ارقامها لا تصل الى ان تغطي مثل هالمبلغ. اذا مي صحيح. ما قال غير صحيح. انا ما حطيت ارقام يا سلطان. معلش ابو منده والله اني احبك، بس لكنك قلت ان هذه فرقه اعلاميه. طيب فرقه اعلاميه يعني غير صحيح. لا لا سلطان، هو قال تم تضخيم. يعني اذا يمكن العتب علي اني ما وصلت لك المعلومه بالشكل المطلوب. انا اتحدث بالفرقه الاعلاميه ان تلك الاستثمارات او الارقام هولت. كيف هولت؟ يعني كم كانت؟ يعني كانت 50 وقالوا 100 ولا هي 75 وصحيح انها 75؟ هنا في الرئيس السابق قال 75. نعم سعد قال هذه ارقام. هل لديك ادله تثبت خطا ارقام؟ الدليل ان الامير عبد الرحمن بن سعد اكد ان عقود صله اتفقوا عليها اعضاء الشرف وكان متواجد الامير نواف بن سعد. صحيح وهذا موجود. صحيح. هذا تاكيد على ان في خلل في موضوع اللي ذكره خلل. تصريح الامير نواف قال انه سأتحدث الامير نواف كان يتحدث عن صله، كان يتحدث عن اعضاء الشرف. طيب وليش يتحدث عن؟ يتحدث عن وعد جاه من اعضاء الشرف لم يلتزموا بهذا الدعم. الدعم هذا وش سببه؟ لما انت ديون. دقيقه. والدليل الديون القروض الماليه الان يطلبها النصر والهلال. لو تسمح لي ابو بندر، أنا الآن لما أعرف أن أنا عندي ميزانية سنوية من خلال عقود واضحة وصريحة قدامي، ما يحتاج أني يعني أقعد أقول يمكن تجي ويمكن لا، في عقود واضحة وصريحة موقعة، في دخل سنوي هذا قدر. اجتمعت مع أعضاء الشرف وقلت أنا ميزانيتي إذا العقود عندي مثلا 75 مليون، أنا ميزانيتي 150 مليون. بقي مبلغ وقدره لازم يتم توفيره. تغطية. في 10-15 عضو شرف موجودين قالوا خلاص احنا متكفلين فيها، فلان عليه كذا، فلان عليه كذا، فلان عليه كذا.
بعد مرور الموسم انا صرفت كل ال 75 او 80 او ال 100 اللي هي واضحه قدامي، وصار عندي عجز 60 70 مليون كان المفروض انها توفر من المصادر الاخرى الموجوده. لا يمكن اني انا كرئيس نادي ان عندي عقود واضحه وصريحه وموقعه وموثقه ولا استفيد منها لا واجي اقول والله العقود هذه ما هي صحيحه او العقود هذه ما هي استفاد منها ممتاز. ولكنها ليست بالقدر الذي الكافي يغطي ممتاز استحقاقات الهلال كفريق كبير. طيب لكن انا اتحدث ممكن انك انت توقع ب 200 مليون وتصرف 300 مليون تقول والله بس انا اتحدث يا سلطان ان الاستثمارات التي تحدثوا عنها وضخمت قدرت بنحو 100 مليون. الان انت تطالب ب 30 مليون قرض من البنك، ايش معناه؟ قرض مع 30 مليون معناته عندي مصروفاتك 130 مليون مصروفاتي اعلى. مثل ما قال ابو خالد ايش قدمت للفريق؟ هذه مشكلتي. ايش الاشياء اللي قدمتها للفريق عشان تشعرني ان هذه المبالغ والله كبيره؟ دائما دائما من حقك ان تختلف مع اي شخص بالراي وتخالفه في وجهه النظر. في المعلومات لا تستطيع ان تختلف ما لم تقدم ما يثبتها. ما يثبت. ومن يقدم استثماراته في اي نادي يعني تعطيني معلومات؟ انا شخص تقدر تعطيني استثمارات اي نادي؟ انا شخص كل نادي لا يقدم اما للطرف هذا يرفض او الطرف هذا. انا شخص يقول لي انه انا عقودي الدعايه والرعايه و 160 مليون غير صحيح. خليك غير صحيح لانه ما في نادي يقدم هالارقام. خلنا انا ما ادري ويرفضر هو يقول لك يفترض. انا اقول لك انه يقول 160 انا ما ابغى عيش بعد يفترض. سنه يقول لي والله انا عندي ديون 30 مليون. تلقائيا انا اقول عنده ما اقول انه كذاب بالرقم اقول صرفه وهذا معروف في انديتنا الا اذا كان لدي ادله اثبت خطا مع المعلومه انه ما في 160 مليون. يعني دائما علينا ان لا نكذب بعض بدون ادله. لا 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 عفوا ما هي طيب. قضيه تكذيب ما هو المبالغه وش معناها كذب. انا بعطيك الاهلي الان انت تبالغ اذا انت تكذب. طيب هذا باختصار لا 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 انت تبالغ معناه انك تزيد عن الحد اللي يفترض ان يكون فيه. اذا تكذب لا ما في كذب. انا بقول لك الاهلي استثماراته الان هي اكثر ولا الهلال؟ ما ادري الهلال جاوب. طيب ما عندي معلومات عنه. لا 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 لا, لا 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 في فرق. وش الفرق؟ في فرق في ما عندي معلومات في الاهلي شخصيه اعتباريه الامير خالد بن عبد الله وفي استقرار مالي. دقيقه اذا وين اعضاء الشرف؟ خلينا هذا السؤال. الامير خالد بن عبد الله يسد كل عجز مالي موجود كثر الله خير. هذه ما فيها بالعكس. لو كل نادي عنده عليه مشاكل ماليه عليه مشاكل ماليه ما عندك مشكله بس عليه ديون ساكن ما عنده عجز. هنا الفرق يعني ما عنده شيء. كيف اقول عليه ديون؟ خليني اقولها عليه ديون ساكن. هذه الديون ما هي سبب في انها في انها في انها يعني توقف الفريق او توقف رواتب او التزامات ماليه او شيء. الديون موجوده في الانديه كلها. طيب انتهينا معنا الموضوع. الموضوع الموضوع ساكن الرواتب ماشيه. الموضوع ما تدري انه تدري ان الرواتب إيه؟ ماشيه؟ معروف كيف في عندك معلومه يا سلطان؟ ما في لاعب قال والله احنا ما استلمنا طيب. الرواتب طيب. لا انا اعطيك معلومه طيب. كل الانديه لا انا اعطيك معلومه على الاهلي. شكوى رئيس الزمالك اللي يطالب فيه بمبلغ بسيط في حدود هذه كانت مطالبه. انت تتكلم شكوى في فرق. انا اتكلم لك عن رواتب لعيبه. انا اتكلم لك عن رواتب لعيبه. يمكن انا ماني مقتنع اداره الفلوس. لا 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 خلاف قانوني يبغى فلوس. الامير نواف بن سعد قال انه المبالغ تجاوزت مبلغ 7 ملايين ريال في الموسم الرياضي عقود بعض اللاعبين المحليين الكبيره تحديدا المحليين 7 ملايين ريال في الموسم الرياضي بعد توقيع عقود معهم خلال الإدارة السابقة والتعاقد مع عدة شركات ليست ذات عائد مالي جيد للنادي واستفاداتها المادية من جماهيرية الهلال أكثر من دعمه. طيب أقول لك شيء. أقول لك شيء. العوامل اللي مجموع جعلت أنا عندي معلومة. مجموع يستقيم. رواتب الهلال 4 مليون ريال بالشهر. طيب أنا ما أقدر أثبت. اللاعبين المحليين والأجانب. أي نعم. النصر 5 مليون 4 مليون على 30 هم 30 مو 30 26 هم 4 مليون تقسم يعني 400,000 على 3 ما اعتقد 120,000 لاعب يعني تتفاوت طبعا في بعضهم بعض لا في لا ناس اكثر. انت اكيد الارقام ما جايب مضبوطه 100% عندك عندي انا 4 مليون ريال مجموع رواتب لاعبي الهلال طيب والنصر 5 مليون ريال طيب
خلونا نقفل هالموضوع. الأهلي والاتحاد نفس طيب اسمح لي في موضوع طرحه أبو إبراهيم ودنا نناقشه في نهاية هذه الحلقة، باقي 10 دقائق. محورنا الثالث طبعا هنا، نتمنى طبعا أعضاء الشرف في فريق أو نادي الهلال اجتمعوا وأقروا عودة الأمير نواف بن سعد مع إكمال الدعم للإدارة الهلالية بالتوفيق للأمير نواف بن سعد ولنادي الهلال. هذا متى أعلن؟ بما أنه متى أعلن هذا؟ الأسبوع الجاي ممكن تطلع نتائج. لا لا بس متى أعلن الكلام؟ أستاذ علي الأعضاء اجتماع الشرف اللي تقولها الحين الأمس في جميع الصحف اليوم تحدث عن هذا الموضوع. أمس أنه الأمير نواف بن سعد أقنعوا أعضاء الشرف بالعودة إلى وأنه هم بيسدون العينهم. نعم. يعني مشكلة كانت في أعضاء الشرف أنهم الوليد بن طلال بيدفع 10 مليون. نعم. هذا خبر في صحيفة عكاظ، تعهد شرفي يبقي الأمير نواف بن سعد في رئاسة الهلال. يعني مشكلة الأمير نواف كان تم رفض استقالة الأمير نواف بن سعد من قبل أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال وقبل أعضاء الشرف بالإجماع. امتصاص غضب الهزيمتين اللي وراء بعض. طيب. طلع من طيب عموما أستاذ علي، بما أنه الموضوع ربما المحور اللي حتكلم عنه، لا انا قصدي الاسبوع الجاي ممكن تطلع القرارات حقته. المحور هذا سري شكله ما نعرف. ها خليه هذا سري. خليه سري خليه سري. محور لا مساله ازمه اذا بس نعلم الاخوان المعدين لانهم اليوم قالوا حيضيف على المحاور اللي عندنا كلنا عارفين وقت، فخلوه الاسبوع القادم المحور اللي بينه وبينكم وبين ابو ظاهر. لا مسألة الأندية نتكلم. طيب. عن العرض المالي ومسألة الأندية تفضل. طيب إذا خلونا هالعشر دقائق نتكلم عن أزمات الأندية بعيدا عن مسألة الأرقام. ما عندنا، أنا على الأقل ما عندي أي معلومات عن أي أرقام. ليه؟ لأنه سرية وما يكشفوها، وهذا بسبب أنه نفس النادي إلى الآن لأنه هلامي أرقامه هلامية مثله. إشكالية اللي دائما تجي ترى أبو إبراهيم الطرف الثاني دائما بعض المرات يرفض. كيف؟ الطرف الآخر لاعتباراته يرفض. يعني مثلا اللي يوقع عقد مثلا النادي. موبايلي أو اس تي سي إذا وقعت مع النادي هي اللي ترفض كشف إعلان الرفض، فبالتالي النادي يؤكد أنه ما عنده مشكلة. لو في قانون من أين لك هذا؟ ما حد لا لا هي شركات مساهمة حتى بالعالم هذه بعض المرات لا تذكر. سرية الاتفاقية هذا شرط. أنا عقود اللاعبين ما إلى الآن هي شركات مساهمة في النمار. لا وهذا متاحر هرب، لكنه لما يطلع العقود يعني سرب إلى لازم كل شركات في نهاية السنة تطلع جدول. ممكن أنا أطلعها للجمعية العمومية، مو أنا أتكلم عن الجانب عن إشكالية ما الذي يحدث للأندية الغنية مو للأندية الكبيرة لأنه كلهم كبار إن شاء الله، بس الأندية الغنية والفقيرة. مشكلة الأندية الغنية تكمن في إيه؟ في أنه أنا أشبه النادي هذا أشبه به فيلا أو شقة للإيجار دوبلوكس يستأجرها رجل الأعمال اللي هو الغني في مقابل مثلا أنه يدفع 10 ملايين من أجل إيش؟ يحصل على الدعاية والشهرة ويحرك استثماراته من خلال العلاقات اللي حتوجد له إياها النادي. نتكلم الآن عن رؤساء الأندية. إيه نعم. لا أتكلم عن البنية عن الفكرة لا البنية التحتية اللي خلت هذا المستأجر يجي يستغل هذه الشقة أو هذه الفيلا. أنت تبغى تقول إن رئيس النادي يجي ويستغل هذا النادي فيدفع عشرة لتحقيق مصالحه، يدفع 10 ملايين إلى 20 مليون في المقابل يحقق 100 مليون. لا لا مقابل إنه استثماراته هذا والشهرة والشو لكن ما الذي يحدث؟ بس في بعضهم بعيد عن هذا. لا 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 لحظة، في بعضهم مشهور بدون لا بس خلينا نتفتح ببالي كل الرجال يعني لحظة خلينا بس خلينا نضرب الفكرة. الأمير عبد الرحمن بن سعد لحظة ما كان معروف إلا بعد ما رأس نادي الهلال، شاعر ومعروف و لا بس الرياضة أعطت بعد أكثر يعني أكثر في كافة الشرائح. ما نقول لا غير كذا. أنت تتكلم خلت الأمير عبد الرحمن بن سعد كم نسبة كم نسبتهم دول أنت قاعد تتكلم عنهم؟ الغالبية كلهم نسبة كبيرة رجال أعمال. يعني منصور البلوي لما جاء أحد كان يعرفه؟ لا ما كان أحد يعرفه إلا الشريحة مثلا إذا كان التجارة والاتحادين أو محمد شيء. كان يعرفه خالد البلطاء قال أحد يعرفه كثير. القضية اللي أبو وصلها أنا وش طيب الفكرة من هذه البنية التحتية، يجي رجل الأعمال
يأخذ الشهرة والشو ويحقق علاقات عامة كبيرة جدا مقابل أنه يصرف 10 ملايين اللي هو أجار الفندق هذا أو الشقة، يراكم على هذا النادي 50-60 مليون ديون ويطلع ويتركهم، حقق أهدافه والنادي جاء العبء عليه. والحل يا أبو إبراهيم، وحيستمر هذا القضية هذه حتستمر إلى أن يأتي هذا رجل الأعمال مستثمر اللي مستثمر هذا ويصير النادي مثل شركته. هذيك الساعة ما حيقدر يهدر أو في مساهمين أو شيء، وحيبدأ يخليها بس أبو إبراهيم هذا العمل المؤسسي حتى في أوروبا. حتى في أوروبا هذه المشكلة، الأندية لا يستطيع أن يمتلكها المستثمر كامل. مين اللي في ألمانيا؟ في أندية، الدليل بايرن ميونخ، جزء من الأسهم في أندية، جزء من أسهم الأندية النادي يعود إلى 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 أعضاء مجلس إدارة. هناك شركات تستثمر جزء 70% أو 50% في أندية طرحت أسهم فأصبحت مية ملك للشخصيات، وفي أندية ممكن تشتريها أنت كامل. يعني في رؤساء أندية، يعني مثلا لكن وش مدير 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 قناة مدير قناة الدوري مدير قناة قطر مشتري نادي في سيتي سان جيرمان، رئيس رعاية الشباب مشتري نادي في بريطانيا. لكن فهي في هذه وفي هذه، لكن ممكن تحصل هذه كبيرة ما تقدر يعني مثل نادي ريال مدريد اعتقد من الصعب انه يشتري واحد لانه قيمته الشرائية عالية عليه، تقدر بعشرات الملايين. برشلونة زي كذا، ففي أندية على حسب النادي. تشيلسي مالكو ما هو مو على مستوى الأندية حتى وراء في كذا وفي كذا، حتى على مستوى بطل الدوري موسم حتى على مستوى الاتحادات دوري أبطال، حتى على مستوى الاتحادات على مستوى الاتحادات الرياضية تشيلسي حقق دوري أبطال أوروبا. إيه بس أنت تتكلم اللي هو أن يجي الرئيس ليستفيد من العلاقات العامة اللي موجودة، لأنه كل عمل تطوعي، أنا مو هو عمل مؤسسي. عموما الرؤية اللي أشار لها أبو إبراهيم فيما يخص مثل هذا الأمر أنا أعتقد إلى الآن ما وصلنا لها، وبالتالي هذا العمل الآن يعتمد على للأسف على هبات أعضاء الشرف، على بعض المداخيل اللي تأتي نعم وتأتي من الاستثمار لكن ليست بتلك الصورة. ويعني واضح الآن هالمصروفات الكبيرة اللي تثقل كاهل كل نادي، إن ما في رقابة تجبر رئيس النادي أو مجلس الإدارة على تقنين مثل هذا العمل. وشاهدنا الآن الاتحاد أكثر من ربع مليار يئن من الديون، وبالتالي هناك ترى على فكرة في أرقام هي تراكمية ترى إيه في هذا الرقم اللي ذكره الأستاذ إبراهيم في أرقام بس أكثر تشار لها أنها توصل حدود 400. خليني بس أقول معلومة لأبو إبراهيم عن الدوري الألماني وتحديدا بايرن ميونخ. ما تعلمنا المحور وش دقيق؟ لا هذا السر قال أنا أبو إبراهيم، إذا أبو إبراهيم قال كل المحور علمناه. ألمانيا سنت الحكومة قانون يتيح الاستثمار كما شئت، لكن لا تقترب من إدارة النادي والسيطرة على كراسي التصويتية. مثل بايرن ميونخ يمتلك في الشركة الأم 75% من أسهمه، والباقي موزع على 3 مستثمرين أديداس أودي أليانز. يعني استثمر لكن في كذا وفي كذا حتى لا المستثمر ما يوهق النادي. في بعض المستثمرين توهق الأندية بقرارات ممكن خسائر تأثر، نعم مثل ما احنا شايفين في بسكوني والآن قاعد يعرض على رجال أعمال صينيين. في خسائر أعضاء يعني مثلا قلت لك 2009 ليفربول طرحته المحكمة بالمزاد العلني وبيع وانباع واشتروا رجال أعمال أمريكان. يعني أنا اللي أقصده أنه موجود كل هذا، بس في النهاية عندما يتعثر نادي حله بسرعة يجي حله بسرعة، أنه إيش أنه يطرح مزاد علني ويباع وتسدد الديون من القيمة اللي اشترى فانحلت المشكلة. بس المشتري يا أبو إبراهيم هذا المشتري هذا يشعر أنه من خلال شراءه هذا أنه سيرفع مداخيل هذا النادي وبالتالي سيكسب. لا لا سيكسب وإلا ما دخل هالمغامرة. محمد ترى ما دخل هالمغامرة في أمر مهم جدا. ترى كل الأندية باختصار جديد كل الأندية في العالم لا تحقق أرباح كبيرة.
في نشرة أخبار أبو إبراهيم لا تحقق أرباح كبيرة أبدا ما في ولا نادي. شكرا للإعلام الرياضي. تقولون محور في نشرة الأخبار ولا قليلا خلى الأسبوع إن شاء الله ما يلحق. طيب سلطان رديف يعني موت يعني لا لا يخرب المحور. شكرا تطلع القرارات يخرب الزميل محمد الغامدي الأستاذ محمد الغامدي شكرا لك. شكرا عبد الرحمن فلاح الإعلام الرياضي. شكرا أبو إبراهيم صالح الطريقي. محورنا الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتنا في حلقة الجلسة لهذا الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم لقاؤنا يتجدد. أترككم في حفظ الله ورعايته. في أمان الله.